بعد أن بات تاريخ 25 من مارس القادم في مهب الريح كغيره من التواريخ الملغاة سابقا، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن 6 مايو موعدا آخر لأول انتخابات بلدية ديمقراطية في تاريخ تونس. انتقدت الهيئة تلاعب الأحزاب بالمواعيد السابقة وشددت على أن الموعد الجديد يجب أن يكون نهائيا. تم اقتراح تواريخ متعددة ليوم الاقتراع دون الالتزام بها، وهي على النحو التالي: 30 أكتوبر 2016، 26 مارس 2017، 26 نوفمبر 2017، 17 ديسمبر 2017، والآن 25 مارس 2018. اتهمت المعارضة الأحزاب الحاكمة بالضغط على هيئة الانتخابات لتحديد تاريخ على المقاس، أما الترويكا الحاكمة فتعتبر أن الإلغاء ليس الهدف في حد ذاته، بل الغاية تمهيد الظروف الملائمة لإنجاح استحقاق هام ينتظره التونسيون. بالنسبة لتأجيل الانتخابات البلدية، هو موقف كنا ننتظره من الأغلبية الحاكمة التي تعمد إلى التسويف والمماطلة في إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم بالنسبة للشعب التونسي، لأن الأغلبية نعرف أنها تشقها خلافات وصراعات. أول انتخابات بلدية في الجمهورية الثانية اللي باش ترسي باب 7 من الدستور، هذه باش تحضر للمركزية، دونك نحبوا مشاركة واسعة لكل الأطراف السياسية. احنا حتى وقت اللي حكينا على تعديل الرزنامة اللي ملا لشهر ولا كذا استجابة لطلب بعض الأحزاب الصغيرة. بين الإعلان والإلغاء يتواصل مسلسل الانتخابات البلدية في تونس كعنوان لعدم الاستقرار السياسي، تقول بعض التحليلات، وسط خوف من عدم احترام الموعد المعلن مرة أخرى بالنظر إلى اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2019. هل سيحترم موعد 6 مايو أم سيلغى كسابقيه؟ هو السؤال المطروح اليوم. الانتخابات البلدية في تونس باتت في قبضة الحسابات السياسية. فتح الفالحي، قناة ميديان تي في، تونس.